طبعا معانا أولى مواضيعنا لليوم عن الحوار الطلابي. طبعا مشاهدينا إلى أن يجهز هذا الاتصال نقراكم الخبر. قبل أقيم تعليم جدة ملتقى الحوار الطلابي الذي جمع الطلاب بمعلميهم ولمعرفة الهدف والتوقعات. طبعا لتعرف أكثر عن هذا الملتقى انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ علي السعدي وهو إعلامي وتربوي. أسعد الله مساءك أستاذ علي. أهلا وسهلا فيك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم أستاذة مزولين أستاذة منى. ومساءك أيضا أستاذ علي. أستاذ علي يعني حدثنا عن هذا الملتقى ملتقى الحوار الطلابي وأيضا ما الهدف من هذا الملتقى أيضا؟ أولا أمسي على الأخوة المشاهدين بالخير وبارك لهم هالإجازة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عنوانها السلامة وأن يكون مضمونها السرور والسعادة يا رب إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة يا طويلة العمر لحوار الطلابي طبعا سيدي المغفور له الملك عبد الله عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله فتح باب الحوار واستمر هذا النهج على مستوى كل الوزارات وكل الادارات من ضمنها التربيه طبعا وزاره التعليم. استضاف تعليم جده عفوا استضاف ملتقى الحوار الطلابي وكان مشارك فيه مجموعه من الطلاب من جميع تقريبا المناطق التعليميه في المملكه وحضرت الحوار واتسم بنوع من الشفافيه والوضوح. كان فيه طبعا تشجيع للطالب انه يعبر للمسؤول ويكون قريب منه بشكل مباشر ويعبر له عما في يكون في خاطره ويوصل جميع الرسائل اللي نفس الطلاب يوصلوها للمسؤولين واللي كانت هاجس لهم يعني وهم من همومهم. ما مدى تقبل استاذ علي ما مدى تقبل المعلمين للصراحه مثلا بين الطالب والمعلم؟ ما مدى تقبلهم؟ اي نعم. الان الحمد لله صار المجال مفتوح بين المعلم والطالب يعني من خلال خبره ومن خلال معايشه في الواقع اجد ان المعلم حريص كل الحرص انه يحتوي الطالب ويكون في قنوات حوار بينه وبين الطالب. صحيح. يعني حريص كل الحرص انه يلبي رغبات الطلاب يفهم الاشياء اللي يحتاجوها، ايش الاشياء اللي تهمهم، ايش الاشياء اللي يتمنوها، وبالتالي صار قنوات حوار الحمد لله بخلاف السابق يعني ما شاء الله. اي نعم. فصار الحمد لله يعني الوضع مرن يعني بين الطالب وبين الأب المعلم. جميل وهذا الأساس يعني. طيب دعنا أستاذ علي نتحدث قليلا عن الأهداف المرجوة من هذا الموضوع أو من هذا الحوار الطلابي. ما هي الأهداف التي وضعتموها نصب عينيكم قبل هذا الملتقى تحديدا؟ والله كان الهدف الأساسي والمحور الأساسي في الموضوع انه يعني نغرس ثقافه الحوار عند الطالب انه راح زمن انه الطالب يعني ما يقول الشيء اللي في خاطره، راح زمن انه الطالب ما يعبر عن الاشياء اللي تهمه والاشياء اللي تكون هاجس. اصبح في حريه للراي اكثر. صحيح. صحيح. الان الحمد لله قنوات الحوار مفتوحه، الطالب الشيء اللي يهمه واللي يتمناه يقولوا بكل صراحه وبكل اريحيه، يعني ما في خطوط حمراء يعني موضوعه امام يعني بلاغته وفصاحته ابدا، يعني الموضوع مفتوح، يقدر يتكلم الطالب بالشيء اللي يتمناه واللي يبغاه. جميل. يوصل الرساله اللي هو يتمناها سواء عنه او عن زملائه الطلاب يعني، فالحمد لله يعني صار سقف الحريه مرتفع بفضل الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني يصبح الطالب ايضا يشارك في العمليه التربويه والتعليميه يعني من صحيح. خلال الحوار. صحيح. استاذ علي كلمه اودك توجهها من خلال حياتنا ماذا تقول؟ والله انا اول شيء ادعو لجميع ابناء الطلاب في جميع انحاء مملكتنا الحبيبه بالتوفيق وان يمدهم بالعون وبالسداد. اثلج صدري يعني حضرت انا مجموعه من الاحتفالات اللي زي مثلا في جامعاتنا، يعني اخر حفل حضرته كان حفل جامعه دار الحكمه اللي 12 طالبه فازوا في
في ورقة اللي هي القانونية، في هم قانون تخصصهم قانون ومحاماة، فكانوا فائزين وإن شاء الله الآن يتجهزوا أنه يشاركونا، وهذا شيء فخر لكل سعودي صراحة، وأنا أفرج صدري حقيقة، وحبيت أنه برضو أشير للنقطة هذه لأنهم يستاهلوا. برضو أني أوصي جميع الطلاب أنه ما يجعلوا في أنفسهم حاجز الخوف، يعني بالعكس يتكلموا بالشيء اللي يبغوه، يحاولوا يوصلوا للمسؤول. الآن الحمد لله وسائل التواصل وقنوات التواصل الاجتماعي مفتوحة بينهم وبين المسؤولين، صحيح. والمسؤول صدره مفتوح ويرحب بكل رأي أو بكل نقد هادف أو بكل هاجس ممكن يعني يكون هاجس عند الطلاب. الحمد لله يعني الأوضاع أصبحت يعني مطمئنة والحمد لله. الحمد لله. يعني لفت نظري أيضا من ضمن الورش العمل التدريبية كانت ورشة تحت عنوان تنمية مهارات الاتصال والحوار، يعني مثل هذه أيضا دورات التدريبية ممكن أن تنمي صحيح. فعلا وتعزز ثقافة الحوار لدى الطالب. الله يعطيكم ألف عافية أستاذ علي السعدي إعلامي وتربوي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذا الموضوع، أتمنى لكم كل التوفيق في ملتقى الحوار الطلابي بين الطلاب والمعلمين، لأنه فعلا سيساهم في بث ثقافة الحوار لدى الطلاب. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أنتم أستاذ في برنامج حياتنا اللي هو فعلا أضاء جميع الموضوعات اللي تكون هاجس للمجتمع السعودي. أنا أشكركم من أعماق. شكرا لك. شهادة نعتز فيها بالتأكيد أستاذ علي. شكرا.